تنفيذا للتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه بتكثيف الزيارات الميدانية لمناطق وقرى مملكة البحرين وتفقد احتياجات المواطنين من الخدمات الصحية والوقوف على أهم الملاحظات التي تتعلق بمتابعة المشاريع التطويرية التي تم التوجيه بتنفيذها. قامت سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح بزيارة تفقدية شملت عددا من المراكز الصحية بمنطقة المحرق، حيث التقت سعادتها بعدد من المسؤولين والمترددين واستمعت لاحتياجاتهم ومقترحاتهم حول مستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة لهم. وشملت الزيارة كلا من مركز بنك البحرين والكويت بمنطقة الحد ومركز بنك البحرين الوطني بعراد ومركز بنك البحرين الوطني بالدير. وتأتي هذه الزيارة للمراكز الصحية بمنطقة المحرق في إطار الزيارات الميدانية التي تقوم بها سعادة وزيرة الصحة مؤخرا لعدد من المراكز الصحية بمختلف مناطق وقرى مملكة البحرين، وذلك بهدف الاطلاع عن كثب على آخر المستجدات والتطورات في المشاريع الصحية لصالح خدمة المواطن البحريني، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة لوزارات الدولة بتفقد المشروعات والخدمات التي تمس احتياجات كافة المواطنين بشكل أساسي. احنا طبعا هذه الإزارة جاية في إطار استكمال الزيارات لمختلف مناطق مملكة البحرين والتركيز على المراكز الصحية والخدمات التي تقدمها هذه المراكز. اليوم احنا لعدد من المراكز في محافظة المحرق، زرنا اليوم في الحد، مركز الحد ومركز عراد، والآن في مركز الدير، اطلعنا على كافة الخدمات التي تقدم في هذه المراكز والالتقاء بسعادة النواب وأعضاء المجالس البلدية، وأيضا التقينا بمحافظ المحرق للاستماع إلى ملاحظاتهم وتطلعاتهم في تطوير هذه الخدمات. وهناك عدد من الأمور اللي تم رصدها على أساس أن احنا نرفعها إلى سمو رئيس الوزراء الموقر من خلال مجلس الوزراء اللي بدوره يحيل هذه الطلبات إلى اللجان المختصة الوزارية. وأيضا هناك بعض الأمور نستطيع كوزارة صحة حلها أو القيام بتحقيقها من خلال الأمور الإدارية اللي موجودة عندنا في وزارة الصحة، وإحنا طبعا نثمن توجيهات سمو رئيس الوزراء لهذه اللقاءات اللي شعرنا فعلا فيها بارتياح المواطنين وارتياح كافة الناس بالخدمات الصحية وإشادتهم بما يقدم في مملكة البحرين. طبعا هذا لم يأتي إلا من توجيهات ودعم القيادة الحكيمة في مملكتنا الغالية. تشرفنا بزيارة سعادة وزيرة الصحة لمركز بنك البحرين للكويت الصحي، وناقشنا وياها وطرحنا لها جميع المشاكل والهموم اللي يعني تطرح من الأهالي منطقة الحد، ولله الحمد كانت الوزيرة إيجابية بشكل جيد كالعادة، وتمت مناقشة كل هذه الأمور وعدتنا خير بالنسبة لحل هذه المواضيع. من أهم المواضيع التي تمت تتطرق إليها اليوم هو إعادة توزيع المجمعات لمركز بنك البحرين الكويت الصحي، لأن مثل ما تعرفون الضغط أو العدد السكاني اللي موجود الحين، زيادة العدد السكاني الموجودة في منطقة الحد يؤثر تأثير سلبي على الخدمات اللي يقدمها المركز. هناك يعني مجمعات من منطقة قلالي ومجمعات من الحالات ومن عراد، وزيادة العدد الكثافة السكانية في مجمعات 111 و112، وكذلك قرب افتتاح مدينة الحد الشرقية، وبيكون هناك يعني نوع من التأثير السلبي على الخدمات في المنطقة.